الكتاب عمر الحنبلي. أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب، يتعلمون تلاوة، يخشون يوما للحساب. مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع شباب. بداية وقبل أن أبدأ في موضوع هذه الحلقة، عايز أقول لمشاهدينا الكرام إن معنا يوم الاثنين القادم حلقة خاصة واستثنائية من برنامج مع الشباب مع معالي الوزير الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل والمواصلات. لذا كل مشاهدينا الكرام الذين يرغبون التواصل مع معالي الوزير يرجى التواصل معنا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. التواصل يكون من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم بإذن الله عز وجل. نستقبل أسئلتكم ونستقبل أيضا أي إضافة أو أي شيء تريدون عرضه على معالي الوزير بإذن الله في حلقة الاثنين القادم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع مختلف عما نطرحه في الحلقات الماضية، لا سيما من بعد الثورة، لأن مشاهدينا الكرام عمالين بيقولوا إن إحنا طلعنا عن نطاق البرنامج شوية. دي نقطة. النقطة الثانية إن إحنا انشغلنا بالأحداث السياسية، انشغلنا بالأحداث والأوضاع الراهنة في مصر، فعايزين نخف حدة المواضيع شوية لأن الناس خلاص زهقت. كل ما تفتح تلفزيون وكل ما تفتح قناة تلاقي برنامج سياسي، تلاقي مواضيع سياسية، مواضيع بتتكلم عن الأوضاع الراهنة، فحبينا نطلعهم النهاردة من مود الكلام عن السياسة ومشاكلها، ونتكلم النهاردة إن شاء الله عن البديل. البديل لما كنا بنيجي نتكلم مع الناس على موضوع الأغاني ونقول للناس ما تسمعوش أغاني، لأن يعني الأغاني مشايخنا الكرام قالوا أنها حرام للأسباب الآتية وللأحاديث الآتية ولآية سورة لقمان، وعرضوا فيها كل الأدلة. لكن كتير من الشباب كان بيجي يسألنا عن إيه هو البديل، يعني ما تجيش أنت تقول لي حرام وخلاص، قول لي إيه هو البديل. جينا فترة من الفترات فقدنا أن احنا يكون عندنا بديل إسلامي بشكل مميز، بشكل ينافس البديل الآخر اللي هو الأغاني والطرب والموسيقى بشكله الاحترافي والبروفيشنال اللي بيتعرض في القنوات الفضائية والألبومات اللي تنزل السوق. لكن الحمد لله في الفترة الماضية بزغ على يعني على الساحة مجموعة من المنشدين الذين فعلا أثروا ساحة الإنشاد الإسلامي. لذلك اليوم معنا اثنين من المنشدين. هيبدأ معنا في الفقرة الأولى المنشد المميز والرائع والمتقدم تألق دائما الأستاذ أحمد أبو شهاب. السلام الله عليك ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك، نورتنا وشرفتنا. الله يكرمك أحمد أبو شهاب. بداية قبل أن نبدأ في أناشيدنا الجميلة التي حضرها لنا النهاردة، عايزين نتعرف على أحمد أبو شهاب. والله أولا مبدئيا يعني أنا سعيد بتواجدي معكم في قناة الرحمة. ده أول ظهور لي في قناة الرحمة. ليك ظهور كليبات قبل كده، لكن أول ظهور. أيوة طبعا، كان لي الشرف أنه كان كليب بالمحمدية وكليب ملحمة التحرير وأمنا الكبرى، أعتقد تم إذاعتهم هنا على شاشة قناة الرحمة. وحقيقة أنا كنت يعني كان ليهم صدى كبير جدا، حتى كل ما أمشي يقولوا لي أنت اللي كنت في قناة الرحمة، إن شاء الله. أقول لهم يعني يعني جزاهم الله خيرا قناة الرحمة. فأنا برحب أولا بفريق العمل ويعني وصديقي الأخ عمر. يعني حبيبي الله يكرمك. أولا أنا اسمي أحمد بوشهاب، مصري. عايزين نتعرف الاول على موضوع احمد بوشهاب، يمكن يعني احمد بوشهاب كده تحس انه اسم خليجي، اسم شامي شويه، فالناس عايزه تعرف احمد بوشهاب. الفكره في انه احمد بوشهاب، ليه مش احمد شهاب؟ والله هو انا يعني هو دائما لكل فنان او منشد بيبقى له اسم، مش عايزين نقول اسم مستعار او اسم حركي. لازم يبقى فيه اسم، يعني اسم فني الناس تعرفه. فاللي اسمه أحمد في الخليج يطلق عليه بوشهاب. أي أحمد؟ أي أحمد، سبحان الله. أي أحمد في الخليج. فإحنا كان يعني قدر الله الأسرة قعدت فترة في السعودية، فكان ينادوني بوشهاب، وينك بوشهاب، راح فين بوشهاب. فعلى هذا الأساس يعني أحمد أصلا أنت شهاب ده لا اسم والد ولا اسم عيلة ولا حاجة. يعتبر طب بالضبط. اسم أحمد إيه بقى كامل؟ اسمي انا اسمي انت لازم تعرف يعني اسم ما هيخليني مدني يا حبيبي. لازم لا ما قلتليش اسم احمد ايه ده. اما انا بعديها يعني عشان نبدا في الجديد. لا قول لي احمد ايه. احمد محمود. احمد محمود. فالمهم فطبعا كان اول البوم نزل في 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 الخليج من فتره كبيره جدا، كان اسمه ارض الشهداء، كان عن الشيخ ياسين بعد استشهاده مباشره. الشيخ احمد ياسين الله يرحمه. فقالوا لي لازم يبقى فيه اسم فني او يعني اسم تاني. طلب اسمه محمود بقى. فقلت لهم لا والله يعني اعتقد يعني ممكن احمد بوشهاب. فقالوا لي اوكي ده كويس جدا.
فكان مع بداية الألبوم أرض الشهداء كان بداية الانطلاق كأحمد بوشهاب. ما حسيتش ان بوشهاب ممكن يكون يعني يعرق لك الحياة هنا في مصر، ان واخد ان هو طابع خليجي شوية، فبالتالي ناس بيحبوا يسمعوا ممكن الأرب. والله هو بص سبحان الله، انا يعني كل ما بروح مكان يعني كثير من الناس يعني اللي بيلفت نظرهم هو أحمد بوشهاب، حتى في الأسماء، فكل بيتساءل طب ده جنسيته ايه، هل مصري ولا خليجي؟ لكن هو غالبا بعد كليب المحمدية، لما شافوا كليب المحمدية نزل يحسبوني تركي، والأغلبية كان يحسبوني مغربي. هم كان في لخبطة كبيرة، فدائما احيانا هو اللي عامل اللخبطة. فهو دائما اللخبطة الإعلامية في نقطة تانية أحمد، نقطة لفتت نظرنا جميعا في الكليبات اللي بتعرضها، ان طبعا متصوره بشكل بروفيشنال قوي، وان احنا ما تعودناش على كده في النشيد الاسلامي. تمام. وفي نفس الوقت مصروف عليها جامد، يعني كنت صورت في تركيا، صورت في عدد من الدول العربيه وغير العربيه. فده عمل يعني اثراء للنشيد الاسلامي في مصر. والله انا هقول لك شيء، انا تاخرت كظهور اعلامي بالنسبه لكثير من منشدي العالم الاسلامي. انا كان يعرض عليا كليبات كثيره جدا، اصور كليب بكاميرا هاي ديفينيشن اللي هي اتش دي، اصور ديجيتال، اصور بكاميرا عاديه جدا، فيستغربوا يعني ان انا مشاهدينا بس يبقوا فاهمين. الكاميرات اللي قصدها صاحب وشاب هي اقل من الكاميرات التي تستخدم في الكليبات مثلا اللي بتعرض في الكليبات الطربيه اللي هي في الاغاني والموسيقى. فهو كان عايز يبدا بدايه تكون بدايه فعلا مشرفه وتبقى نقله في النشيد الاسلامي، مش بدايه بالفعل تقليديه يعني. فقالوا لي طب انت ليه يعني انت متكبر مش عايز تصور باي كاميرا زي ما الناس كلها بتصور؟ قلت لهم يا جماعه أنا يعني طموح، أعبر عن فكرة إسلامية. نعم. أريد أن تصل للعالم كله. فكان بيتريقوا حقيقة يعني. هل وجدت سبونسر لحاجة زي كده يعني، يمكن النشيد الإسلامي أو أي حاجة إسلامية الناس بيبقى خايفة منها شوية؟ والله هو يعني كانت سبحان الله يعني مجموعة بني المصطفى في الخليج. يعني قدر الله يعني تفاجأت باتصالهم وقالوا لي إحنا يعني بحثنا عن منشدين كتير جدا، وسمعنا صوتك وتابعنا ألبوماتك وأعمالك، وعايزين إحنا يعني نبدأ ناخد خطوات نحو فن هادف بكواليتي أعلى صورة إن شاء الله، وبكواليتي وكلمات وألحان وكذا. كنت تقريبا بتصوروا مثلا الكليب في قد إيه؟ إحنا بالفعل في طبعا كليب المحمدية كان إخراج أحمد عبد الباسط وكلمات السيدة الشاعرة الفاضلة أميرة الهاشم، وكان من ألحاني. إن إحنا غيرنا الكلمات تماما واللحن، نتيجة إن هو بيقولوا إن هو طبعا أنشودة تراثية. إحنا بدأنا بالفعل التصوير فجر يوم الأربع، فجر يوم إيه يا ربي؟ لا عفوا، فجر يوم الأربع، خلصنا فجر الخميس. أنت خدنا يوم كامل يعني، اشتغلنا من الفجر للفجر. طبعا إحنا صورنا بكاميرا سينما 35 ملي، ده يعتبر من أعلى الكواليتي في العالم إن شاء الله، وعملنا يعني كولر كوريكشن وتليسين عملناه في بريطانيا. لذلك يمكن ده يديها انتشار اكتر في القنوات لما بيشوفوا. أيوة، انا قنوات من اوروبا اتصلت عليا، قنوات من اوروبا اتصلت عليا وخدت كليب المحمديه. لان في الحقيقه الصوره ليها عامل برضو يعني، بجانب ان صوتك يكون صوت كويس ومعبر والحان تكون رائعه وكده وكلمات كويسه، لكن الصوره بتخدم قوي في. احنا تفاجئنا لما الكليب بدا نزل على يعني على قنوات اشهر القنوات هنا في مصر، حتى في قنوات الغنائيه شفتها. ايوه نزل في قنوات يعني عفوا قنوات ميلودي وغيرها والقنوات الغنائيه. تمام. تفاجئنا باتصال بعض من القنوات في أوروبا وفي ماليزيا، نزل في أندونيسيا وماليزيا ونزل في باكستان، ويعني في أغلب نزل بالضبط كليب المحمدية حتى الآن. هل كنت متصور 55 قناة فضائية؟ الإقبال والنجاح ده في والله كليبات. أنا دايما يعني أنا شخصيا أنا دايما يعني باخد بالأسباب وأتوكل على الله ويعني أدعي النتائج لله عز وجل، لأن دايما أنت عندما تأخذ بالأسباب وتقول يا رب يعني هذا يعني أنا كل ما حاولش حد يشدك أبو شهاب لمجال الطرب؟ كتير جدا يعني كتير جدا كتير جدا عرض علي ان انا اغني في التلفزيون المصري، بس كان الشرط ان انا اغني اغاني طبعا. انا رفضت تماما ان انا منذ نعومه اظافري انا منشد يعني، واقرا القران واصلي امام بالناس. بدايه الانشاد عايزين نعرفها، جت مين اللي اكتشف موهبه احمد وشهاب؟ والله كانت هي بدايه الانشاد، انا كنت وانا في اعدادي دائما يقدموني اصلي بالناس امام ان شاء الله في السعوديه. لا هنا في مصر، في مصر. بدأت أصلي، فبدأ كله ينتبه لإنه قراءة القرآن الحمد لله كانت موفقة، وأنا دارس أحكام تلاوة إن شاء الله، ودارس مخارج صوت ودارس سولفيج
ووحدات تخاطب. انا حصل بكالوريوس تجاره ان شاء الله، ولكن انا خدت دورات اعلاميه كتيره جدا من خلال كاسقال للموهبه نفسها واسقال للامكانيات. بدات بالفعل الموهبه يعني تكبر اكتر في الجامعه، بدات تكتر اكتر في الجامعه، حصلت على مركز اول على مستوى جامعات جمهوريه مصر العربيه مرتين ان شاء الله. بدا اول البوم انا نزلته بعد الجامعه على طول ان شاء الله، كان في بعض انا شيت سنجل يعني اثناء فتره الجامعه. بعد ما نزل الالبوم بدات اسافر لبعض الدول بره، زاد السفر اكتر بعد ما نزل كليب المحمدي ان شاء الله. طب يمكن عشان وقتنا عايزين بقى تسمعنا حاجه، تبدا بايه؟ يعني انا ان شاء الله هسمعكم انشوده عن سوريا. عن سوريا في ظل يعني هذه الاحداث اللي احنا بنمر بيها، ونسال الله يا رب ان يفرج عن اهلنا في سوريا ويتقبل منهم ويتقبل شهدائهم وأن يصبر أهلهم حقيقة، وأن ينتقم من طغيتهم بشار، وأن ينتقم من بشار الأسد هو وأعوانه، وأن يعني أسأل الله أن يرينا فيهم آية إن شاء الله. يا رب يا رب. الله سوريا حرية وبس، الله سوريا حرية وبس، أيعيد لنا التاريخ غدا إنسانا مثلك يا عمر؟ كالحلم نراه بعيد الشط وطال بزورقنا السفر. أترانا نسعد بالإسلام ويقفو منهجه البشر، ونشد الفجر بأعيننا ونودع ليلا يحتضر. كالحلم نرى كالحلم نرى كالحلم نرى كالحلم نرى كالحلم نراه بعيد الشط وطال بزورقنا سفر. ونمن النفس بأن لنا في غدنا خلفا ينتظر، ليصون دمار حدائقنا ويؤدي الحق فتزدهر. وسيأبى أن يختال العمر حبيسا تخلقه الجدر، لن يفتر إن جهدت عيناه وأثقل جفنيه السفر، لن يعبأ إن وريمت كفاه وأدمى قدميه الحجر. أيعيد لنا التاريخ غدا إنسانا مثلك يا عمر؟ كالحلم نراه بعيد الشط وطال بزورقنا السفر. أترانا نسعد بالإسلام ويقفو منهجه البشر، ونشد الفجر بأعيننا ونودع ليلا يحتضر. كالحلم نرى كالحلم نرى كالحلم نرى كالحلم نرى كالحلم نراه بعيد الشط وطال بزورقنا السفر. جزاك الله خيرا. ان شاء الله ان شاء الله. كتبت كلمات امتى بقى؟ والله هي الكلمات دي كلمات تراثيه، ولكن انشدها يعني كثير من المنشدين في الفتره اللي فاتت، لانه في منشدين كثيرين جدا خرجوا من سوريا لهم 30 عام. يعني دي تم انشادها من فتره، وبدانا يعني نردد هذه الانشوده في المهرجانات السوريه يمكن على مستوى العالم العربي ان شاء الله. ما بتخافش لما بتقول نشيد قالوا حد من المنشدين قبلك يحصل وجه مقارنه مثلا بيك وبغيرك؟ لا والله، هو يعني بيبقى في حب واحترام كبير جدا بين المنشدين. ودائما لما لا المقارنه بتبقى من قبل الجمهور، مش بينكم وبين بعض. لا والله يعني بص يعني دائما ابو شهاب لما يغني اغنيه عن سوريا رغم ان هي ممكن يكون مش من كلماته، لكن احنا ارتبطنا بها ان دي بتاعت احمد ابو شهاب.
لا أنا شخصيا أنا شخصيا بالنسبة لي يعني عنصر المنافسة يعني يعني عادي جدا يعني في كثير مثلا من المطربين ينافس بقوة وينافس يعني يريد أن يعني يوضح عنصر المنافسة ومارسون لا الموضوع غير كده خالص إحنا إحنا بس نسأل الله أنه يتقبل يعني نسأل الله القبول يعني أشهر نشيد لأحمد أبو شهاب وحسيت أنه لقى قبول واسع في الأوساط الإعلامية وبين الناس كان هو إيه؟ والله هو كان هو كليب المحمدية محمدية لأنه ده كان أول ظهور لي كان ظهور ككواليتي صورة ككواليتي صوت ويعني يعتبر هو انتشر لكن انا مشهور دائما في الـ في الـ في الانشاد اني انشد بالمايك يعني انا حتى كنت اول البومات انا انشدتها في حياتي كانت بدون دف بدون اي شيء انا على فكره غير مقتنع بالموسيقى تماما يعني لكن انا ادخلت الدف نتيجه انه كثير من الشاب يعني من الشباب في مصر وعلى مستوى الوطن العربي طلبوا مني ان انا قالوا لي يعني احنا بنسمع فنانين هابطين وبنسمع أغاني هابطة فلو أنت ما حطيتش دف وما حطيتش بعض من الآلات اللي احنا عايزينها احنا كده هنضيع أنا بكلمك كمنطق أنه جمهور العلماء نفسه حتى الآن في خلاف كبير جدا في موضوع الموسيقى والدف مش عايز أدخل في هذا الموضوع يعني حتى من أباح الدف لأن أباحه للنساء فقط واخد بالك بس فبدأنا ان احنا ندخل دف على بعض من الاناشيد لكن انا اهتمامي الاكبر بالاناشيد اللي هي من غير دف في منشدين على فكرة صوتهم بتحس كده انت بتتمزق وانت بتسمعه من غير اي حاجة يعني يمكن لو حط عليه اي من الالات الموجودة حاليا كثير من المنشدين لما بيحط الات يمكن ده بتبقى سبب في تحسين صوته بيستخدم محسنات صوت ايضا في المايك مش عارف ايه حاجه زي كده لكن في قليل اول ما تلاقي منشد صوته اصلا الطبيعي كده اللي من عند ربنا يعني صوته جميل لا هو انا عايز اقول لك حاجه النشيد يعني النشيد يعتمد على موسيقى الكلمه لا يعتمد النشيد في جمال النشيد لا يعتمد على الموسيقى لكن الموسيقى اصلا اللي هو بيغني بموسيقى يعتمد على الموسيقى والالات فغالبا حتى اصواتهم بتكون مختلفه جدا لكن المنشد معروف على مستوى العالم انه يمتاز بقوه الصوت وعزوبته ان شاء الله وروحانيه الكلمات وروحانيه اللحن وروحانيه صوته ودائما تجد ان المنشد اللي هو يقرا القران هو اجملهم اصواتا ما شاء الله يعني هو بدايه مشاري راشد نجح كمنشد نقارئ قران سعد الغامدي في مخارج الحروف حتى سعد الغامدي نعم. سعد الغامدي يعني انت تسمع عن انشودة غرباء نعم هي لسعد الغامدي ما حدش يعرف هذا الكلام انشدها من بالضبط من 23 عام سعد الغامدي انتشر على مستوى العالم انه منشد تمام قارئ قران فهو البدايه عندما تكون قران ودرست احكام التلاوه بتتقن الموهبه اكثر بتتقن انه القران يعطيك النغم يعني ترتيل القران يعطيك النغم الذي تستطيع به ان يعني تصل لقلوب الناس عملت حاجه عن الام عن الام ما هو عن الام انا عملت عن يعني انا كنت عملت حاجه قديمه جدا عن الام بس ما تقوليش سمعاني ان انا نسيتها تماما لكن انا عملت حاجه عن السيده خديجه اسمها امنا الكبرى رضي الله عنها كليب مش عارف القناه زعيته ولا لا طيب لو حاضر معاك نسمعه والله انا هقول لك حاجه هو بيقول هو كان باللغه الخليجيه كمان انه كان مش مشكله نسمع طلبوه بس سامحوني انا لو غلطت يا جماعه يعني عشان الناس بتسمع دلوقتي يعني ممكن انا نسيت الكلمات حنانك يكفي كل الناس يا يما يا بحر الحب والاحساس يا يما حنانك يكفي كل الناس يا يما يا بحر الحب والإحساس يا يما أحبك كلمة في قلبي سمعيها أحبك كلمة ما قدر أخبيها أحبك كلمة في قلبي سمعيها أحبك كلمة ما قدر أخبيها يعني ده مقطع من الكليب أمنا الكبرى اللي نزل من فترة لما غنيت كليب خليجي حسيت ان بقى له رواج في الخليج ولا يا سبحان الله يعني كان له رواج كبير جدا وحتى في مصر هنا لفت الانظار انه برضه نزل على القنوات الغنائيه كلها يعني كله طلب واتصل عليا وطلب الكليب بالفعل ان شاء الله فقالوا لي اللهجه متغيره شويه
فقلت لهم يعني انا كان لازم انزل حاجه خليجي انه اغلب الحفلات انا بخرجها في الخليج بره. بجانب انا كمان سجلت تركي ان شاء الله, وفي قريب كمان هسجل انجليزي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله حتى تصل يعني الرساله تصل لكل الناس ان شاء الله تعالى. إيه عايزين نسمع حاجه بس تكون طويله شويه. طيب انا لان ممكن جمهورك اللي معانا على الفيس دلوقتي قالوا احنا عايزين نسمع اكتر من احمد في الفتره اللي قاعدها معانا. الله يكرمكم يا رب. نستغل الوقت في سماعك. طيب انا عايز اسمعكم حاجه قديمه ولا حاجه جديده مثلا كما تحب, يعني شوف انت احسنهم ونقيها بنفسك. طيب الله يا الله من سواك يسمعني, أتيت إليك فاقبلني, لجأت إليك ثبتني. الله يا الله من سواك يسمعني, أتيت إليك فاقبلني, لجأت إليك ثبتني. أحتاج إليك يا سلواي, إليك شكاتي ونجواي, فأنت الأنس في بلواي. أحتاج إليك يا سلواي, إليك شكاتي ونجواي, فأنت الأنس في بلواي. سبحانك يا رب أنت الغفار, سبحانك لا ترميني في النار. غفرانك فذنبي الأليم يكويني, وذكرك العظيم يشفيني, فجد بعفو يا كريم. فذنبي الأليم يكويني, وذكرك العظيم يشفيني, فجد بعفو يا كريم. رجعت إليك بالحب, انظر إلي إلى قلبي, إلى دمعي يعصر بي. رجعت إليك بالحب, انظر إلي إلى قلبي, إلى دمعي يعصر به. سبحانك يا رب أنت الغفار, سبحانك لا ترميني في النار. غفرانك نيران ذنبي أحرقت قلبي, وآي ربي نورت دربي, فعدت للحق القويم. نيران ذنبي أحرقت قلبي, وآي ربي نورت دربي, فعدت للحق القويم. ان شاء الله ان شاء الله مميز دائما ابو شهاب. الله يكرمك. بس الله سبحانه وتعالى يجعل هدفك من هذه الاناشيد في ميزان حسناتك. امين يا رب. اللهم امين. تقبل. ابو شهاب كتير جاي لي طلبات على الفيس ان عايزين يسمعوا بعض من ايات الله عز وجل بصوت احمد ابو شهاب. طيب ماشي ما فيش مانع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العظيم. إن شاء الله إن شاء الله. الله يكرمك يا رب. إيه حاجة أنت بتحضرها اليومين الجايين دول؟ والله أنا حاليا بحضر لي أنشودة عن سوريا طبعا تضامنا مع أهلنا في سوريا وفي مهرجان الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الاثنين. في القاهرة أنا؟ في القاهرة. يكون في قاعة المؤتمرات. هيكون في قاعة الأزهر مؤتمرات مشارك فيه مجموعة كبيرة جدا من المنشدين. إن شاء الله. هيكون تضامنا مع أهلنا لسوريا والعائد المهرجان كله هيكون تبرع لإخواننا في سوريا. إن شاء الله تعالى. توظيف النشيد إحنا أبو شهاب مع القضايا المعاصرة اللي بنعيشها سواء في مصر أو في الوطن العربي، شايفها إزاي؟ بص أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. ال- 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 الفن الفن دائما الفن يشكل المجتمع. والإعلام يوجه الأمة. لو إحنا استطعنا إن إحنا نستخدم الفن في معالجة قضايا المجتمع ونستخدم الفن في استنهاض الهمم وإيقاظ القلوب أعتقد إن إحنا هننجح إن إحنا في خلال فترة يعني قصيرة جدا نقدر نوجه على سبيل المثال المجتمع المصري لانتهاء السلبيات الموجودة في المجتمع حاليا بصورة سيئة جدا وانتشارها. تاني حاجة دائما يقول لك الدولة تهتم بالفن عندما تبدأ الدولة في النهوض في كل المجالات. يعني دائما الفن يأتي في المرحلة الأخيرة. يعني. نعم. لكن الحالة الوحيدة اللي أنت تستخدم فيها الفن عندما توجه الفن لخدمة الأمة. غير كده أعتقد ما ينفعش. أشرب مية بس. تفضل. طيب تحب تختم فقرتنا بنشيد كده تنقي على ذوقك نشيد ايه؟ والله انا اسمعكم ان شاء الله الانشودة عن سوريا اللي انا حضرتها جديدة؟ جديدة ان شاء الله. بس في موال والله انا طلبوا مني كثير وانا جاي في مش مشكلة نقوله اللي هو وطني يا نجم الاوطان. حاضر. كتير جدا كان يطلب هذا الانشود وانا جاي في الطريق لازم نسمعها. طيب حق. كنا دائما حتى بنقولها في ميدان التحرير ان شاء الله. وطني يا نجم الاوطان يا رسم الله لفنان عنوانك تاج في عمري وطني يا أفضل عنواني فإلى رؤياك يحن دمي فإلى لا أعرف لونا نسياني وطني يا نجم الأوطان يا رسم الله لفناني. يعني هذا الموال لكل الأوطان العربية إن شاء الله. إن شاء الله. الله يكرمك يا رب. ننتقل إلى سوريا. ننتقل إلى سوريا.
طبعا هي الأنشودة إن شاء الله الفترة القادمة بإذن الله يعني نسجلها إن شاء الله. أصمدي يا سوريا إننا قادمون، 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 أصمدي 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 يا سوريا، اقتلوني واسجدوني، هددوني عذبوني، مهما فعلتم يا طغاة فلن ولن تقمعوني، أو تجبروني لمذلة رغم الأنين، هدموا بيتي واسرقوا مالي واذبحوا طفلي واهتكوا ستري، لكنكم قسما بربي لن ولن لن تهزموني، بالدفء فجرا وبكل حين صبرا وصبرا، يا شامنا فالنصر أت والصبح قد لاح بحب المشرق دوما بديني، بالدفء فجرا وبكل حين صبرا وصبرا، يا شامنا فالنصر أت والصبح قد لاح بحب المشرق دوما بديني، اقتلوني واسجنوني، هددوني عذبوني، مهما فعلتم يا طغاة فلن ولن تقمعوني، أو تجبروني لمذلة رغم الأنين، أصمدي يا سوريا إننا قادمون. رائعة 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 ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يجعلها في حسناتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا في سوريا وينتقم من ذلكم الطاغية بشار الأسد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا فيه آية يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الفقره لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير للفنان المنشد المبدع المتميز دائما الاستاذ احمد ابو شهاب على تشريفه لنا، واتمنى ان يكون في زياره اخرى ان شاء الله للبرنامج مع الشباب ننسقها وتكون ان شاء الله فتره اطول من كده ان شاء الله. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا، وتحياتي لكل فريق العمل في الاستوديو وللاصدقاء والجمهور اللي بيشوفونا حاليا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، باذن الله عز وجل هذه الفقره والفقره الثانيه باذن الله عز وجل ستجدونها من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك اليوم، وأيضا على موقعي الخاص على شبكة الإنترنت موقع عمر الحنبلي www.muzi.com. الفقرة الثانية مع منشد آخر مبدع ومتميز ومتألق دائما أحمد سعيد، انتظرونا في الفقرة الثانية ولا تذهبوا بعيدا. أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة، يخشون يوما للحساب، هيا نراجع سنة أو سنعود إن شاء الله. بفضل الله، بفضل الله. أحلى أحلى اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوم. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم بعد الفقره الاولى والتي كانت مع المنشد والمبدع والمتميز دائما احمد ابو شهاب، والفقره الثانيه معانا مع المنشد الرائع احمد سعيد اللي شرفت النهارده في حلقه النهارده. اهلا ومرحبا بيك، نورتنا وشرفتنا. احمد، نتعرف على احمد سعيد الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي احمد سعيد، طالب في كليه هندسه المطريه جامعه حلوان ان شاء الله.
ربنا من عليا الحمد لله بنعمة الصوت. من امتى؟ بأبسط تعريف من امتى؟ حاسس اكتشفوها امتى؟ هو الموضوع للأسف ما يعني ما تمش اكتشافه قوي. هو انا فعلا كان بداية اغنية كنت في خمسة ابتدائي، كان بداية اغنية في خمسة ابتدائي وانا كنت لسه يعني طفل في خمسة ابتدائي في المدرسة، ولقيتهم قالوا لي يطلع غني وبتاع، فغنيت وخلاص والموضوع عدى يعني ما تخيلتش ان انا ممكن ده اعمله تاني. وبدأت معايا بقى في مرحلة الثانوية والإعدادي ان انا لقيت نفسي كمان بألف كلمات وعايز اغني وبتاع، بس ما اهتمتش برضه لحد دخلت الكلية بقى، بدأت الناس اصحابي بقى وكده يشجعوني على ده، فقالوا لي طب تعالى مش عارف حفلة فنية، فاكتشفت ان لا ده انا بغني ان شاء الله. فالحمد لله يعني بدأت بقى اركز اكتر، ربنا الحمد لله بقى يمن عليا بالكلمات وكده، وبدأ الموضوع يمشي كده معايا. احنا خدنا فقرة تعريفية بأحمد عشان نشوقكم بس لمجموعة الأناشيد هيقولها لنا إن شاء الله، لكن معنا تقرير من الممثل الرائع لو جاز له هذه التسمية، عمر كامل اللي كان معنا في حلقة كان معنا في حلقة من الحلقات، وبصراحة عامل مشهد درامي رائع جدا على موضوع النصيحة. نشوف عمر ونرجع تاني مع أحمد سعيد، انتظرونا ما تروحوش في أي حتة. اهم حاجه في الطريق انك تبقى رابط الجزمه كويس. لا استنى، اهم حاجه في الجزمه انك تبقى رابط الطريق كويس. اوكي ركز كفايه هزار. اوكي، من اكبر المشاكل اللي بنواجهها اليوم لما تيجي تنصح حد تعرفه وما تعرفوش، غالبا بيكون رد فعله سلبي جدا ويرفض النصيحه او النقد، وغالبا بيكون رد فعله بقول لك يا عم انت هتعمل علينا شيخ ولا ايه. لا بقول لك انصح نفسك الاول وبعدين بتعالى اتكلم. تيجي تكلم واحد مثلا عن الجنه والنار ومفروض نصلي ومفروض نعمل كذا وكذا، فيبتدي يرفض النصيحه ويبرر ده بان هو بيعمل حاجات جامده جدا ومهمه جدا تغنيه عن اللي انت بتدعوه ليه. اصلا انت بتكلم اول جامعه يعني واحد بيذاكر كتير، يعني بيعمل حاجات مهمه جدا 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 ومش فاضل الكلام اللي انت بتقول عليه. وبعدين طبعا اللي انت بتقول عليه مهم يعني شويه، بس طبعا انا مش محتاج اللي انت بتقول عليه، انا بذاكر اصلا. بعدين بعد اذنك انا مش فاضي ورايا مذاكره. في نوع تاني بقى رده بيكون منطقي جدا ويرد عليك ويحسسك ان انت اصلا اللي غلطان ان انت نصحته. الفكره اللي انت بتتكلم فيه ده مش منطقي اصلا، ده مش شرط ان هو يكون حرام، انت يعني كون ان انت اصلا تفكر ان انا ممكن يبقى هي دي نيتي او ده مقصدي، انت كده محتاج تراجع نفسك. في مواضيع عامه ومسائل قطاع كبير من الناس عارف ان فيها مخالفات شرعيه بس للاسف اتعودوا عليها، فتيجي تبين للناس الغلط والمخالفه الشرعيه في الموضوع ده فيبقى الموضوع مستغرب جدا، خاصه لو كان الموضوع ده في مجال تخصص اللي انت بتنصحه. مستر انا الدكتور بالتو بربط شوف، خليني اشرح لك الموضوع اكتر. اللي انت بتتكلم فيه ده ما ينفعش، ده بيزنس يعني دولارات يوروهات كنتاكي، مش كنتاكي طبعا، يعني مفيش كنتاكي في روسيا. انت فاهم انا بتكلم فيه. اوكي مستر جاكيت خرشوف، خلينا في الموضوع. يجي واحد ينصح مامته وباباه مثلا، او يقول للبابا بابا انا مثلا قريت في الموضوع الفلاني والموضوع ده حرام فانا مش هقدر اعمله، فيكون رد فعل بابا عنيف شويه. انت يا حبيبي ما تقوليش ايه الحلال وايه الحرام، انت لسه عيل صغير طالع من البيضه، طول ما انت بتاخد مصروف مني تمشي على قوانين بيتي، فاهم ولا لا؟ شايه فكيها حرام قال. في واحد ربنا كرمه ان ابوه وامه متدينين، فما يجي ينصحوه يكون رد فعله الكلام ده 100 مره. على فكره دي 113 يا ماما. اوكي حاضر هروح اصلي. حاجه بيني وبين ربنا اصلا بلا هي. في واحد بقى والله يا شيخ الكلام اللي انت بتقوله ده مهم جدا 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 والله. تصدق عم الشيخ انا قلبي اتفتح لك، والواحد نفسه فعلا يسمع. كمل يا شيخ كمل، والله الواحد نفسه يسمع كلام في الدين من زمان والله. ايه يا جماعه اللي انتوا مش اي حد كده، نقوا الناس شويه كده. مش كده بقى اما تيجي تنصح واحد متدين. يا اخي انا على فكره افهم من عنك، انا طالب علم وفاهم انا بعمل ايه وعلى بصيره باللي انا بعمله، ولو في حد محتاج نصيحه فهو انت. راجع نفسك وتعلم كده وبعدين ابقى تعالى انصح. في ناس تاخد الكلام على صدرها قوي ويبتدي يتفلسف لانه مثقف جدا. على فكره الاسلام مش بيقيد الحريات، دي حريه شخصيه، انت مالكش انك تنصحني اصلا. You know what whatever. في ناس فاكره ان هو طالما ما بيزيش حد يبقى اوكي ان هو يعمل كل اللي هو عايزه. هو ما بيزيش حد، هو بيزي نفسه بس ما بيزيش حد، بس هو بيزي نفسه بس ما بيزيش حد. والله يا شيخ انا بحب واقول لك بقى الحمد لله، طول عمري بعمل حاجات وحشه كده وبتاع، بس الحمد لله ما بيزيش حد، انا اذي نفسي بس
وده لنا كده معاك عم الشيخ يمكن ربنا يهدينا ولا حاجه. الناس عاده ما بتتقبلش النصيحه لسببين، اما ان الاسلوب اللي بينصح يعني ما بيبقاش كويس او منفر او كده، ومش ده اللي احنا بنتكلم عليه في الفيديو ده، او ان اللي بيتنصح بيبقى حاسس ان هو احسن من هو يتنصح، او ان هو كويس قوي، وبما انك انت نصحته فانت بتقول ان هو وحش وهو مش متقبل فكره ان هو وحش فبيرفض النصيحه. خلينا نكون صراحه مع بعض، كلنا ذنوب ومعاصي وفينا عيوب ومحتاجين ان احنا ننصح بعض من الحين لاخر. علماء النفس بيقولوا ان النفس فيها ثلاث جوانب، جانب انت تعرفه عن نفسك والناس كمان تعرفه عنك، وجانب تاني انت تعرفه عن نفسك بس الناس ما تعرفوش، والجانب الثالث اللي بيسموه الجانب المظلم هو الجانب اللي انت ما تعرفش عنه والناس هي بس اللي تشوفه فيه. طب هل انا حر ومحدش له انه ينصحني ومفروض كل واحد يخليه في حاله حر؟ لا طبعا. عمر الخطاب لما تولى الخلافة كان بيخطب في المسلمين فبيقول ان الله قد كتب عليكم السمع والطاعة، فقام واحد من المسلمين بيقول له لا سمع لك ولا طاعة، بالبلدي كده يعني مش هنسمع كلامك لغاية ما تقول لنا التوب الزيادة اللي انت لابسه عليك ده جايبه منين. فعمر بن الخطاب نده على ابنه من وسط جموع الناس وقال له مش انا استلفت منك التوب بتاعك ده عشان البسه؟ فقال له نعم. فالصحابي اللي هو كان قام اعترض على سيدنا عمر بن الخطاب قال له الان نسمع لك ونطيع، وعشان كده بقى عمر بن الخطاب اللي احنا نعرفه. بص، طالما انت قبلت الاسلام كدين فده معناه ان في عقد بينك وبين كل مسلم انك لو شفت حد من المسلمين بيعمل حاجه غلط عليك انك تنصحه، وفي المقابل لو حد شافك بتعمل حاجه غلط عليه انه ينصح. المجتمع اللي بتغيب فيه قيمه النصيحه مجتمع متجه ناحيه الفساد، لان الفاسد اول اللي بيفسد ما بيلاقيش حد يصوبه او ينصحه. في حد ممكن يقول طب ما في ناس مهما تنصحها عمر ما حالها ينصلح. صح، بس الاصل في الانسان ان ربنا سبحانه وتعالى فطره على حب الخير، بمعنى ان في ناس ممكن تكون بتعمل حاجات غلط بس مش واخده بالها ان هي غلط، او بتعمل حاجه غلط بس هي مش عارفه ان هي غلط، وبالتالي فالناس دي اما بتتنصح حالهم بينصلح ان شاء الله، وصلاحهم هيكون في ميزان حسناتك من ناحيتين، الناحيه الاولانيه ان انت وقفت فساد كان حاصل، ومن ناحيه تانيه ان انت كنت سبب في صلاح فرد، وصلاح الفرد من صلاح المجتمع. شوف قيمه النصيحه وتقبلها في المجتمع ممكن تبقى فيها خير قد ايه. هو مجتمع بني اسرائيل بالرغم من المعجزات اللي شافوها مع سيدنا موسى ليه كانوا بيكفروا مره بعد التانيه؟ ليه اللعنه كانت بتتنزل عليهم؟ ليه لعن بني اسرائيل؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. من الآخر ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربنا سبحانه وتعالى قدم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، لأن هي دي الحاجة اللي ربنا ميز بيها أمتنا عن الأمم التانية. وفي الآخر لو حد جه ينصحك ما تصدوش وتقبل النصيحة بصدر رحب، واعرف إن الناس اللي اتغيرت هي الناس اللي كانت بتتقبل النصيحة، ومفيش حد فشل في حياته في دنيا أو دين إلا وكان بيتكبر على النصيحة. كومريدز يا ريت ما تنسوش تعملوا شير على الفيسبوك او لايك على اليوتيوب او تعملوا سبسكرايب طبعا للشانل بتاعتنا. يا فكيهة عملتي لايك على اليوتيوب ولا ايه؟ احلى 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 اللقاء احلى اللقاء مع الشباب. تحياتنا للفريق الرائع والمميز الذي دائما يسعى الى توظيف الدراما بشكل هادف، وفي الحقيقه ما وصلوا جدا للناس واللي في انتشار كبير اول فيديوهاتهم على اليوتيوب. تحيه لعمر كامل وتحيه ايضا لعمر ماهر على هذه الفيديوهات الرائعه، وان شاء الله نتواصل معكم دائما في كل جديد وكل عمل هادف تقدموه للامه الاسلاميه من خلال الدراما الهادفه. معنا احمد سعيد، واحمد سعيد يمكن اكتر ما اتشهر له حاجه كانت حب وحياه. تمام، حب وحياه. نبدا بحب وحياه. لا لا تحسب ان الدين بعيد عن حب وحياه، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، او ان الايام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من امال شط لجميل الاحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالاسلام جميل حق هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير.
وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. مبدع دائما ما شاء الله عليك، الله يكرمك. الكلمات مين؟ والله الكلمات انا كنت مؤلفها في الاول بلغه عاميه عاديه، بعد كده حبيت ان انا اعملها لغه عربيه يعني، فروحت لشاعر استاذ صلاح جلال. صغها لك بقى ما شاء الله عليه. اللغه العاميه بتحس انها بتوصل للناس اكتر ولا اللغه العربيه؟ والله على حسب صياغه الكلام يعني، ممكن في لغه عربيه يعني تبقى معقده شويه، تبقى معقده فدي ما توصلش، وفي لغه عربيه بسيطه يعني حب وحياه ما شاء الله وتالق في اختيار الكلمات، تحس ان هي بسيطه جدا يعني، مفيش كلمه يعني. حتى نشرتها على اليوتيوب اظن في الاول، بفضل الله يعني، كانت من كذا سنه كمان والحمد لله يعني لقت قبول الحمد لله. ان شاء الله يعني الحمد لله. كسو بكيني ايه حكايته؟ والله كاسو بكيني دي انا كنت الفتها ساعه الهجمه الاعلاميه اللي هو الحمراء وبتاع، فانا اتضايقت جدا واتنرفزت، وبالذات كمان في حب وحياه لما اتكلمت عن الدين وان مش كل حاجه بنشوفها حرام، وبرضه في نفس الوقت انا كانسان متدين لازم وانا جاي بطبق الدين ما بقاش يعني ربنا حط لنا حدود يعني زي نقول مربع كده مثلا، داخل المربع ده احنا نعمل اللي احنا عايزينه، اهم حاجه ما تخرجش عن المربع. في ناس للاسف يعني جوه المربع بتعمل مربع تاني هو ربنا ما امرش بيه، فاهمني؟ مثال مثلا نقول مثلا زي الحجاب مثلا، فاهمني؟ في ناس مقتنعه ان الحجاب اسود ملحفه، غير كده ما يبقاش حجاب شرعي. لا، الحجاب ليه مواصفات معينه، اخرج عن المواصفات دي يبقى انا كده مش شرعي، لكن طول ما انا في المواصفات دي خلاص اعمل البس جميل. تمام. كاسو بكين، كاسو بكين، تعال نشوف كاسو بكين. فجأة لقيت الدمع في عيني وانا بتفرج على الاعلام، بيصوت على كسو بكيني وكأني في بلد الأحلام. فجأة لقيت الدمع في عيني وانا بتفرج على الإعلام، بيصوت على كسو بكيني وكأني في بلد الأحلام. اصحى يا عم وشوف الناس، ولا خلاص مات الإحساس، ده أنا نفسي في أنبوبة غاز وأشوف بيتينا مشبعان، ولا جيب بالي لبس بكيني، ده أنا نفسي حد يغطيني من ألم البرد ويحميني، وابن ألاقيه نايم دفيان. انتوا يا عالم فايقه ورايقه، هو ضميركوا الحقيقي مفيش ناس من كتر الشئ متضايقه، وناس عايشه على لقمه عيش، ناس في حياتنا راكبه وسايقه، وناس في حياتنا ما بتمشيش، ناس في حياتنا راكبه وسايقه، وناس في حياتنا ما بتمشيش. رائع، رائع جدا. هو في الحقيقه فعلا الاعلام الليبرالي بالذات قارف دماغنا اليومين دول بموضوع الميول بكيني، والحق ده الاهرامات هتتكسر، والحق الناس بعد كده تمشي في الشارع كلها منقبات حتى المسيحيين. فالله المستعان، هو كلام غير مبني على اي منطق يعني، ولا كلام مقصود بتشويه صوره الاسلاميين بالزبط باي شكل، رغم ان مفيش حد من الاسلاميين قال كده اصلا يعني، وحتى لو في حد قال كده يعني بتبقى راي شخص ليه هو يعني، خلاص يعني صحيح. الله المستعان. طيب احنا سمعنا حاجه عن سوريا،
لأحمد سعيد. كلمات مين؟ هو أغلب الكلمات يعني هي الحاجة الوحيدة اللي ما كانتش كلماتي هي حب وحياة. وكانت حاجة تعمل برضو عن الثورة كده كبرت شو يعني، لكن أغلب الكلمات أنا ببقى أنا المؤلفها برضو. إن شاء الله. يعني هو بيبقى حاجة كده. جميل قوي إن المنشد كمان يكون هو اللي كاتب كلماته ويحسها أكتر. تمام. هو طبعا يعني أنا مقتنع إن كل ما الواحد بيكون برضو هو مؤلف بتبقى الحاجة الاحترافية أكتر. طبعا. لكن هي برضو بتبقى في سنس موهبة كده يعني. فالحمد لله يعني أغلب الكلام كده. نروح لسوريا. فسوريا هي عامة دي سوريا أو فلسطين أو كل بلد يعني بيتم فيها الظلم والوحشية بالطريقة دي، فبكلم فيها المسلمين يعني. فبقول فيها لو مهما طال الليل والغم، لو مهما عشنا في حزن وهم، لو مهما جسمنا ينزف دم أكيد راجعين، لو مهما راح منا شهيد طالع ملايين تاني من جديد، لا يخافوا صواريخ ولا بواريد زي صلاح الدين، مات يالله بينا عشان نعود زي الجدود زي الأسود، نمحي بأيدينا من الوجود الظلم لينا، مات يالله بينا يا مسلمين ده الحق والله ضاع من سنين، ناويين تعيدوا تاني حطين ولا الضمير مات فينا، لو مهما عدوا في سما وبحور، لو مهما حسوا بطعم غرور جوانا بركة لو هيفور هيبقوا مش عايشين، طلعين نجاهد فينا طموح نموت عشان عالجنة نروح، ما الدرس في تاريخكو مشروح ولا انتو مش فاهمين، مات يالله بينا عشان نعود زي الجدود زي الأسود، نمحي بأيدينا من الوجود الظلم لينا، مات يالله بينا يا مسلمين ده الحق والله ضاع من سنين، ناويين تعيدوا تاني حطين ولا الضمير مات فينا، مات يالله بينا عشان نعود زي الجدود زي الأسود، نمحي بأيدينا من الوجود الظلم لينا، مات يالله بينا يا مسلمين ده الحق والله ضاع من سنين، ناويين تعيدوا تاني حطين ولا الضمير مات فينا. اللهم انصر اخواننا في سوريا يا رب العالمين. في الحقيقه اللي بيحصل في سوريا مجازر، يمكن احنا لما كنا بنشوف كان ده في فلسطين يعني من الاسرائيليين كان يعني ده الطبيعي اساسا من ابناء القرده والخنازير، لكن بصراحه الواحد بيتوجع قوي كمان. انا مش قادر اتصور اصلا يعني ليه يعني فاهمني، يعني انا ممكن اقتلك خلصت بس لكن اتبحك واسلخك وانشرك عشان تكون عبره لغيرك يعني حاجه الله المستعان. ربنا المستعان. واتمنى يا رب من كل الناس ان هي تجتهد قوي في التبرع والدعاء لاهلنا في سوريا يا رب. يعني من ساعه ما اتولدت حكايتها ايه؟ من ساعه ما اتولدت انا يعني كانت متالفه من ساعه ما اتولدت، وانت بتفخر بالاسلام الواحد دايما بيعتز ويقول انا افتخر ان انا مسلم انا افتخر. طب انت رصيدك ايه في يعني انت عملت ايه؟ طب ايه الاسلام يعني؟ هل الاسلام هيجي في يوم من الايام برضه يفخر ان انت كنت من احد الناس المنتسبه ليه، ولا هي يعني هيبعد عنك لأنه أنت ما قلتلوش حاجة يعني. فكان ده القصد فيها، فهقولها إن شاء الله. من ساعة ما اتولدت والإسلام بتفخر بي، طب قولي إمتى يا مسلم الإسلام هيفخر بيك؟ أصل أنت لو جيت مت قولي الدنيا هتساوي إيه؟ ولا يبقى غير بس عملك هو اللي هيفضل ليك، قم حرر نفسك من خوفك علي القرآن يلا بصوتك، خلي الإسلام يلا يشوفك شايل همه على ايديك، خلي ثوابك يعلى ويكبر، خلي ميزانك حسناته تتقل، خلي رسول
وصولك يوم ما يقابلك يفرح ويجرى عليك من ساعة ما اتولدت والإسلام بتفخر بيه. طب قولي امتى يا مسلم الإسلام هيفخر بيك؟ أصل انت لو جيت مت قولي الدنيا هتساوي ايه؟ ولا يبقى غير بس عملك هو اللي هيفضل ليك. اسعى لدينك يلا تعلم قال شطانك اوعى تسلم، خلي الناس كلها تتكلم عن حب الدين اللي مليك. اطلب علم وعلي الهمة ومدعي وغير في الأمة، أمتنا توصل للقمة نصر الإسلام يرجع بيك. من ساعة ما اتولدت والإسلام بتفخر بيه. طب قولي امتى يا مسلم الإسلام هيفخر بيك؟ أصل انت لو جيت مت قولي الدنيا هتساوي ايه؟ ولا يبقى غير بس عملك هو اللي هيفضل ليك. سلام سلام. اللي اظن بيقالك لقاءات مع شاف الجامعه في قاعات خاصه. بفضل الله. يعني بفضل الله بقى لي فتره، يعني بقى لي شهر كده حوالي كده، بفضل الله ربنا من عليا ندوات في الجامعات وكده. حتى بكره برضو ان شاء الله في ندوه. معاكم مين بكره؟ الشيخ هاني حلمي تقريبا. لا انا امبارح كنت مع الشيخ هاني حلمي في كليه علوم القاهره، وان شاء الله بكره مع الدكتور خالد ابو شادي في اداب القاهره باذن الله. يعني كان من الساعه 4 ل 6 في اداب القاهره ان شاء الله باذن الله تعالى. هنتكلم عن الحب والصحوبيه والجواز والحاجات. شايف ان النشيد الديني بدا يوصل للشباب في الجامعه؟ يعني هل تحس ان هو البديل ده بقى نافع معاهم؟ بص انا هقول لك على حاجه، هي مشكله ان احنا يعني بقى لنا 30 سنه مفيش اصلا، او ممكن اكتر كمان، مفيش حكايه حاجه اسمها اصلا بديل او نشيد ديني او حاجه زي كده. او البديل اللي كان موجود للاسف ما كانش بيوصل للناس. يمكن لاسلوبه اللي شويه رضاءه التسجيل. يعني لازم نعترف ان احنا كان عندنا تقصير جدا في ان احنا نوجد البديل للناس. حتى اللي كنا بنوجده على دماغنا احنا مش على دماغ الناس. تمام. فمنحاولش نقرب منهم. هل انت حاسس ان النشيد الاسلامي الفتره الجايه بالتطور اللي احنا فيه ده؟ حاليا بجد الحمد لله، يعني الناس حتى متشوقه. يعني بعد الثوره حصل طفره في التفكير، طفره في شخصيه البني ادم حتى. هل ممكن تكمل في المجال ده يا احمد وتسيب الهندسه ولا لا؟ يعني تكمل كليتك عادي بس يعني تشتغل في مجال هو ان شاء الله ان هي حتى الان يعني باذن الله اللي موجود ان شاء الله انا ناوي يعني لا مهندس دي المهنه. تمام. لان الانشاد دي الموهبه والهوايه او الرساله. فانا مش عايز اخلي يعني ان شاء الله الرساله هي المهنه بحيث ان انا اقدر اشتغل فيها براحتي. منشد احمد سعيد حطه كده قدامه مثل، يعني حد كده بيحب يسمع له في نفس الوقت بيتعلم منه. والله الصراحه يعني هو يعني ما فيش حد معين. يعني بالظبط، يعني انا بسمع غالبا لاي حد يعني خط تجربه قبلي بحب استفاد منه يعني، لكن حد معين بعينه مفيش صراحه قوي يعني. اكيد راجعين عشان ايه؟ ما هي اكيد راجعين فين بالظبط؟ ما اكيد راجعين كانت معموله عن سوريا وعن فلسطين برضو. ان بس مختلف عن اللي قلتها. لا هي. كانت مسمى ثاني. فبحيث ان يعني ان شاء الله يعني الحمد لله احنا النهارده كان في صلاه فجر مليونيه ما شاء الله اتعملت في المساجد من اجل اخواننا في سوريا وفلسطين. احساس رائع. عارف خلاص يعني انت حاسس باذن الله ان شاء الله النصر قريب. النصر قريب ان شاء الله باذن الله بالشباب اللي موجوده. كانت حاجه يعني رائعه قوي، تحس فعلا ان احنا جسد واحد. كانت حاجه جميله يعني الحمد لله. ضمن الحاجات المكتوبه قدامي دلوقتي نفسي اقرب. نفسي اقرب. نفسي اقرب كانت في حاله كده الواحد كان في جو كده حاسس ان هو بعد شويه عن ربنا. وحاسس برضه ان هو يعني انا بحبك يا رب، يعني انا البعد ده والله كان غصب عني. فكانت جت نفسي اقرب. نفسي اقرب منك واعرف اكتر عنك علشان انا بحبك ونفسي اكون برضيك، واللي بتغضب منه هحاول ابعد عنه، اصلا انا قلبك منه مش عايش غير ليك. في كل حاجة أنا جاي أعملها وكل حاجة أنا بتأملها
وكل كلمة قبل ما أقولها بكون يا رب شايفك قريب، لكن ساعات ببعد شوية ده ضعف مني ومش قاسية، وارجع تاني وانا في عينيا دموع يا رب الشوق الحبيب. نعمك كتير عليا حتى لو جرح فيا، اكيد ده الخير ليا، ما انت يا ربي رحيم في حياتي، انت اللي راعيني في ليلة تنزل تناديني، لو اطلب شئ تديني، ما اعظمك يا كريم في كل حاجة انا جاي اعملها، وكل حاجة انا بتأملها، وكل كلمة قبل ما اقولها بكون يا رب شايفك قريب، لكن ساعات ببعد شوية ده ضعف مني ومش قاسية، وارجع تاني وانا في عينيا دموع يا رب الشوق الحبيب. نفسي اقرب منك واعرف اكتر عنك، علشان انا بحبك ونفسي اكون برضيك. ان شاء الله ان شاء الله. احمد، اكتر حاجه بتطلب منك ايه لما تروح الجامعات؟ والله يا حب وحياه طبعا هي اكتر واحد. حاجه حسيت ان هي كان سبب في شهره احمد سعيد. بفضل الله يعني ان شاء الله. دي اكتر رغم حاجه، رغم ان هي كان بدايتها على اليوتيوب يعني. هو كله على النت يعني، ربنا يخليه لنا. هو وسيله دلوقتي الانتشار، ووسيله الاسرع غالبا ما بيننا وبين الشباب حتى يعني. فكرت تجمع كل ده في البوم واحد؟ هي الفكره حاجه، لكن التطبيق مش بايدي يعني. يعني هو اتمنى طبعا في يوم من الايام، لكن هي المشكله زي ما قلت لك ان المساحه بتاعت الانشاد الديني محدش كان بيبص لها، لان هي كانت حاجه مش واصله للناس. هو حاليا بدات توصل، لكن مازال ان مفيش حد بينتج يعني، برضو بيخاف الموضوع ان هو ينتج حاجه. حتى لو وجد ان حد عايز ينتج حاجه هادفه، فبيبقى الموجود برضو يقول لك ايه، طب موسيقى وانا مش عايز اشتغل بموسيقى، فبيقول لك الموضوع شويه. فهو الموضوع مشكله في التسجيل. لما ربنا يوصل لك الحال ان شاء الله، بعد ما تشتغل لو حسيت ان انت بقى معاك فلوس كويسه، هل ممكن تنتج لنفسك حاجه؟ اكيد اكيد تنتج طبعا. انت منتظر منها عائد ربحي ولا لا؟ يعني هو طبعا العائد الربحي اللي بيبقى في انتظاره في المجالات الديني ما بيبقاش القصد منه ان انا داخل المجال الديني عشان يجي لي عائد ربحي، لان معروف اصلا المجال الديني العائد الربحي فيه اصلا ضعيف جدا. برأيك لكن ليه؟ هو العائد الربحي عشان بس اقدر استمر يعني. برأيك ليه شايف ان العائد ضعيف دايما، حتى في ما كامل اختلافنا يعني، حتى مع الدراما الاسلاميه اللي بيسموها الدراما الاسلاميه في المسلسلات التاريخيه الى اخره، دايما بيشتكوا المنتجين ان العائد الربحي ضعيف. الابداع الابداع احنا ينقصنا الابداع طبعا في اللمسه الابداعيه في الاتجاه الديني. احنا دايما بنحاول، عشان في دماغنا ان مفيش عائد ربحي، فبنحاول ايه على حسب بقى المتاح نشتغل. فحسب المتاح نشتغل، ما برضه ما مش هيجيب لك حاجه. فهو الابداع كل ما الحاجه انت بتبدا فيها وتصرف عليها هتجيب لك، لازم ده ده ده, ده حاجه كده يعني ثابته. لكن طول ما انت بتستخسر او ان انت تقول اهم حاجه توصل رساله وخلاص، ما هي حاجه لله. في ناس كتير شغاله كده. ايوه فبالتالي خلاص ما بيبقاش في عائد. توظيف النشيد الاسلامي شايفه ازاي مع التفاعل مع القضايا المعاصره اللي احنا عايشينها سواء في مصر او خارج مصر يعني؟ هو طبعا يعني برضه مش واخد فرصته، او خد فرصته بشكل تاني. هو ممكن تكون الناس مش واخده بالها ان ده ديني. يعني الكلمات عايشه معاصره وهادفه جدا، بس الناس تقول لك ده فن هادف. ما هو الفن الهادف يعتبر فن ديني، لان هو الدين اصلا مش معناه ان انا لازم اتكلم عن الصلاه او عن الصوم او عن الحج. لا، لازم اتكلم عن الاخلاقيات، عن الاجتماعيات، عن مشاكلنا اللي احنا عايشينها. ما كل ده من الحياه، هو الدين اصلا حياه. بس فهو طول ما في حاجه هادفه فهو ده واخد الشكل يعني. عندك استوديو في بيتك بتسجل فيه ولا ايه وضع التسجيلات معاك؟ لا لا خالص، التسجيلات والله حتى الان يعني هي مشكله طبعا. انت بتسجل ازاي يعني؟ ما هو انا حتى الان ماليش تسجيلات كتير قوي غير حب وحياه. حب وحياه كنت انا انتجتها. رحت استوديو وصرفت عليها وانتجتها. بعد كده جت فرصه ان انا عملت حاجه اسمها اشتقتي ليك، كان عن طريق قناه. جت بعد كده حياتنا احلى، كانت عن طريق حمله عن الاخلاق وكده، فالاستوديو توفر عن طريق الحمله. بعد كده تعرفت على شباب ربنا يكرمهم زي العسل كده، عندهم بقى الحس الابداع اللي انا بكلمك عليه، وهم ويلز بوكس. يعني بفضل الله اتصلوا بيا عن طريق حب وحياه برضو، قالوا لي ممكن نعمل حاجه مع بعض وبتاع. فهم عندهم استوديو بسيط، هم برضو ما عندهمش استوديو صوت، بس يعني عارف كاميرا وبنقدر نوظف شويه المايك وبتاع. يعني على قد ما بنقدر بحيث ان احنا نوصل
ويجي مثلا منتجين بعد كده او حاجه. جميل. كان عندك حاجه اعملها عن المخلوع؟ المخلوع طبعا نكتب بيها بقى. حبيبنا حبيبنا. اللي ضحى بأهل وطنه وترموا برصاص ونار، واللي اسم مصر دايما كان معاه رمز انكسار، اللي ضحى بأهل وطنه وترموا برصاص ونار، واللي اسم مصر دايما كان معاه رمز انكسار، اللي حلمه نهبنا واللي فرحه في ضعفنا، اللي نهر النيل في عهده سم يجري في دمنا، يبقى ده مش مننا. أيوة ده مش مننا. مصر إيه غير الغلابة والقلوب المظلومين، اللي عاشوا سنين كآبة حلمهم مسجون حزين. مصر إيه غير الغلابة والقلوب المظلومين، اللي عاشوا سنين كآبة حلمهم مسجون حزين، واللي راح باع أرضها ليها يفضل مننا، يبقى يخرج منها بس ناخد حقنا. أيوة ناخد حقنا. ما شاء الله ما شاء الله. في الحقيقة كان نتمنى الوقت يطول بينا أكتر من كده. الله يكرمك. ممكن ظروف وجودك معنا النهاردة كان ظروف فيها لخبطة شوية، لكن إن شاء الله في المرات القادمة يكون أفضل، وإن شاء الله الإعادة اللي هتتعرض إن شاء الله إعادة الحلقة هتطلع بشكلها المنضبط يعني. إن شاء الله. وإن شاء الله يكون لها انتشار على الإنترنت بشكل كبير مع فريق عمل برنامج مع الشباب. مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا طيلة الأسبوع من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة محبي برنامج مع الشباب، ومن خلال موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت موقع عمر الحنبلي. يسهل على كل واحد يحب يدخل موقعنا ويحمل حلقات برنامج مع الشباب ان يعمل سيرش في جوجل على اسم عمر الحنبلي ويدخل الى الموقع مباشره باذن الله عز وجل. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، معنا يوم الاثنين القادم باذن الله عز وجل حلقه استثنائيه وخاصه مع معالي وزير النقل في حوار مباشر للرد على ابرز اسئله مشاهدينا الكرام حول ما يخص النقل والمواصلات في مصرنا الحبيبه. مشاهدينا الكرام، لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير للمنشد والمبدع المتميز دائما احمد سعيد على تشريفك لنا في برنامج مع الشباب، ونتمنى ان شاء الله كنا زيارة أخرى في البرنامج بإذن الله. وعد. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام، مع هذا الوعد لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون التلاوة، يخشون يوما للحساب، هيا نراجع سنة أو صورة بين الكتاب، هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب.